الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من بعثه الله رحمه للعالمين وحجه على الناس اجمعين سيدنا وامامنا واسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ما تعاقب ليل ونهار الى يوم الدين. حياكم الله اعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقه المتجدده من برنامجكم تنبيهات للصائمين. ومما يجدر التنبيه اليه كذلك. إلى أفضل الأعمال في شهر رمضان. ولا شك أن الأعمال الصالحة كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل اختص هذا الشهر ببعض الأعمال. ولذلك حري بالمسلم أن يتفطن وأن يتنبه إلى هذه الأعمال. على رأس هذه الأعمال قاطبة الصوم. ولا شك أن الصوم هو العبادة الأولى في هذا الشهر الفضيل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف يقول الله عز وجل وهنا دخلنا في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ونسمع لهذا الحديث، لماذا اختص الحق جل وعلا أجر الصائم في علم الغيب عنده. لماذا لم يبين لنا الحق سبحانه وتعالى تفاصيل هذا الاجر؟ قال اهل العلم وشراح هذا الحديث لان عقل الانسان لا يدرك مدى وسعه كرم الله تبارك وتعالى. فلان العقول قاصره عن ادراك مدى كرم الله تبارك وتعالى للصائم فلذلك استاثر الله عز وجل بهذا الاجر وجعله في علم الغيب عنده. واعلم ان الله عز وجل لا يستاثر في ذكر اجر الصائم ويجعل هذا في علم الغلب عنده الا لانه شيء لا يتصوره عقل ولذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنه قال: الجنه لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فنقول ان اجر الصائم فوق ذلك ولا يمكن ان يخطر على بالك ايها المسلم هذا الاجر ولذلك اخفاه الله عز وجل عنك ونسبه الى نفسه وما ينسبه الله عز وجل الى نفسه اعلم ان الذي نسبه هو الكريم سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي للصائم فرحتان فرحه عند فطره وهذه الفرحه ليس معناها انه سيفرح انه سياكل بعد الجوع كلا وانما الفرحه هي استجابه الدعاء والعتق من النيران وفرحة عند لقاء ربه وما أن الله عز وجل قد جعله في زمرة العتقاء من النار فمعنى ذلك أنه سيفرح حتما عند لقاء ربه ثم قال ولا خلوف فم الصائم وهنا ينبغي التنبيه على هذه القضية وربما كان الإنسان يشمئز من هذه الرائحة الكريهة المنبعثة من فم الصائم ولذلك يعلم المسلم ان هذه الرائحه وان كرهها الا ان الله عز وجل قال هي اطيب عندي من ريح المسك. ولذلك لا ينبغي للمؤمن ان ينفر من هذه الرائحه لانها رائحه الطاعه لله سبحانه وتعالى وللحديث بقيه ولكن بعد الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات. عدنا إليكم بعد الفاصل وقلنا أن من أفضل الأعمال في هذا الشهر أول هذه الأعمال هو الصوم. ولذلك ينبغي عليك أن تضبط هذا الصوم وأن تحرص على الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه مسألة مهمة. وهذا هو تعريف الصوم في اصطلاح الفقهاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث اخرجه البخاري ومسلم فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا؟ اي ايمانا بان الصوم في شهر رمضان هو ركن من اركان الاسلام ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس ذكر منها صوم شهر رمضان وحينما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام ذكر من جمله الاسلام قال وان تصوم رمضان اذا لابد ان تؤمن بان الذي فرض هذا الصوم هو الحق جل وعلا كما في سوره البقره كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالغايه من تشريع الصوم هو تحقيق التقوى هذه مساله مهمه ينبغي ان ننبه عليها ان الامساك عن الطعام هو ليس فقط حتى يشعر الانسان بالجوع والعطش وانما الغايه من الامتناع عن المفطرات هو تحقيق التقوى لان الانسان اذا امتنع عن المباحات فمن باب اولى ان يجره ذلك الى الامتناع عن المحرمات وتحقيق التقوى هي الهدف من تشريع الصوم والتقوى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك وأيضا ممن شرح معنى التقوى قالوا أن التقوى أن تنتثل أمر الله تبارك وتعالى طمعا في ثوابه وأن تجتنب ما نهى الله عز وجل عنه خوفا من عقابه ولذلك يقول الناظم إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا وخير لباس المرء طاعه ربه ولا خير في من كان لله عاصيا وقال الناظم كذلك في شرح معنى التقوى قال خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى ولذلك الغرض من هذا الصوم هو تزكيه الروح لأن الإنسان دائما يغذي البدن لكنه لا يغذي الروح والقلب بطاعة الله تبارك وتعالى ولا يسكب الطاعة في هذا القلب فيمتلئ إيمانا ويكنس عنه الكثير من حظوظ النفس يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتعبت نفسك فيما فيه خسران أقبل على الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين في هذا الحديث الذي اخرجه الشيخان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما معنى غفر له ما تقدم من ذنبه؟ يعني يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وايضا من الاعمال الصالحه التي يجدر التنبيه بها في هذا الشهر الفضيل بعد الصوم القيام. ولا شك ان الحديث عنه يطول وقد ادركنا الوقت فنرجئ الحديث عن القيام الى الحلقه القادمه والى ذلك الحين اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته